بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم لدينا شرح لي هي ما تعتبر مشكلة نوعا ما، لكن ما هي الطريقة التي يتم فيها إرسال رصيد؟ مثلا أنا حاط رصيد أب ستور ورصيد برقم جوالي. أنا هذه المشكلة قد صارت لي، فحاب أنوهكم عليها عشان ما تقع في نفس الخطأ. وقمت بتحويل رصيد عن انه على اساس انه من عندي من الاب ستور الى شخص ما كارسال له الى هديه، لكن اتفاجئ انه ما انسحب الرصيد وانسحب ما انسحب الرصيد من الاب ستور وانسحب من رصيد جوالي المدخل في البرنامج. لحل هذه المشكله نتاكد ما هي طرق الدفع الموجوده لدينا، وكيف نحن نبغى نختار طريقة الدفع سواء عن طريق الأب ستور أو عن طريق شريحة الجوال. نبدأ نروح على الأب ستور، بعد كذا نروح على الصورة الشخصية، بعد كذا نروح على هذا الخيار اللي هو أو اسم الشخص. ننتظر معانا، بعد كده نروح على خيار اللي هو اسمه مانج بيمنت او طرق الدفع تقريبا او وسائل الدفع. هذا هو الخيار الاول. انا الان حذفت رقم جوالي من طرق الدفع، يعني زي ما انتم شايفين الطريقه الاولى عندي ابل اي دي، يجي خيار ثاني تحته اللي هو برقم جوالي، لان الان انا غيرت الجوال فما راح يبان معايا. لكن الان إذا أنا بحول من شخص إلى شخص راح استخدم دايركت اللي هو رصيد أبل آي دي، لأن أنا ماني حاط لطرق الدفع الآن إلا الأبل آي دي الموجود عندنا. إذا كان عندنا رقم جوال، طريقتين دفع، رقم جوال وأبل آي دي، راح يستخدم رقم الجوال في التحويل. فأنا حاب أنوهكم يعني إذا كنت تبغى ترسل من أبل آي دي أمسح رقم الجوال وبعد كذا قم بالتحويل، وبعد كذا أرجع أضيف رقم الجوال من جديد. أتمنى قدرت أفيدكم بشيء بسيط. كان معكم أخوكم خادم ناري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.